يحترس لمن لهم أبواق وخربوا البلاد. يعني هذا، يعني أنا كلفت أن أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، حفظه سلمي عليه الله. كثيرا، سلمي عليه كثيرا، والله معكم، الله معكم أخي العزيز. نحن نريد أن نقول لك شيء أستاذ حفيظ، أنت علم يعني كبير ومعروف، مواقفك الجيدة والقوية. نتمنى أن لا يعني يرجعك أحد عن هذا القوة في الدفاع عن الأوطان العربية التي دمرها هذا ما يسمى الربيع. أبدا 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 سيدتي، أبدا سيدتي أبدا. هذا ليس ربيع، ولكن هذا خراب، لا قلت لك، نعم طبعا هذا طبعا خراب البلاد يا أستاذ حفيظ، خراب للبلاد، خراب للديار. ماذا فعلوا؟ فعلوا، خربوا البلاد باسم الحريات والديمقراطيات. وهذا المدعو فيصل القاسم باع وطنه، أول من باع وطنه، أول شخص. وكان سعيد وفخور بتهديم بلده، كان سعيد وفخور كل مرة يموتوا ناس، كل مرة يتهدم سوريا، كل ما كان سعيدا ومنتشيا، وكأنه مش عارف مين. نعم، الحمد لله. هؤلاء الأشخاص ينكرون فضل البلاد عليهم، درس وتعلم وترعرع في هذه البلاد، والمال، المال والشهرة، سبحان الله. يعني أنت يعني لا ينقصك لا مال ولا شهرة، ولكن مواقفك الثابتة أستاذ حفيظ هذا يعني الحمد يدل لله على النبتة الطيبة. ونحن طبعا علاقة السيد الرئيس مع الجزائر علاقة يعني قوية، أنا عارف سيدتي، ولا أنا عارف سيدتي، يدمرها أحد، ولا يدمر. أستاذ، متى ستكون لك زيارة إلى دمشق؟ والله يسعدني يا مدام، والله يسعدني. أبقى في هل تواصل، إذا كان هذا رقمك، هذا رقمي، نبقى في تواصل في أول أنا مناسبة وفرصة إن شاء الله. سنوجه تفضل. لك دعوة رسمية بإذن الله باسم شكرا سيدتي، شكرا. السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الباقي رغم أنوفهم، الله الباقي. يسعدك، الله معك، الله معك. وسنراه قريبا في في الجزائر. الجزائر نعم نعم إن شاء الله، إن شاء سيزور الله، إن الجزائر شاء الله، مرفوع إن الرأس، شاء الله، إن شاء مرفوع الله. الرأس. ساعتها خلينا نشوف الدكتور فيصل القاسم، ما يسمي نفسه دكتور فيصل القاسم، ماذا سيفعل، ماذا سيكتب. بإذن الله مدام، بإذن الله، هل بإذن الله. زوجهنا لك أحببتك ما أحببتك. إذا وجهنا لك أستاذ حفيظ دعوة، هل ستكون ملبي لهذه الدعوة؟ يسعدني ولن يسعدني تكترث بكل فخر. لما سيكتبه فيصل القاسم؟ والله لا، والله لا يهل شعر مني يا سيدتي، والله نعم، لا يهل شعر مني، يكتب ما يريد. لك كل الاحترام والتقدير أستاذ هو حفيظ. وغيره، هو صدقني وغيره، هو وغيره لا يهل شعر مني. صدقني، أريد أن أقول لك شيء هام. البارحة كنا مجتمعين بالسيد الرئيس الدكتور المتواضع دكتور بشار الأسد الله يسلمك، الله يسلمك. وزوجته الرائعة، قالوا كلام عنك أن أنقله لك باسم الدكتور بشار، أنك علم من أعلام الرياضة الكبير، اسمك لامع، الله يحفظك، الله والرجل يحفظك، العربي الأصيل. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. هذا أقل من واجب سيدتي، سلمي لي عليهم كثيرا، والله معكم. وإن شاء الله نشوف سيد رئيس الجزائر إن شاء الله، إن بإذن شاء الله، الله. بإذن الله. لا أعرف، هناك يقولون أنك كتبت تغريدة أخرى تعتذر منها من الشعب، هم اعتقدوا أبدا أنك أبدا أبدا. أبدا ليس صحيح، أبدا. ليس رديت مكتوبة، رديت وقلت بأنه أنا لا أقصد الشعب السوري، الشعب السوري على العين والراس، أنا لا أقصد الشعب السوري لا، حر في أنه، فسروها أنك لا اعتذرت من ما يسموا يعني أعداء الوطن، يعني هكذا فسرت يعني. هو فسرها، هو فسرها وأبواقه، هي موجودة التغريدة واللغة العربية سليمة وما فيهاش ولا، هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري، وكأنه أنا لما سبيته سبيت الشعب السوري، أنا لم أسب الشعب السوري، الشعب السوري حر، الشعب السوري حر. نعم، يعني لازلت على تغريدتك الأولى، أنه من دمروا البلاد، أنت طبعا تقصد من دمروا البلاد، طبعا خرجوا ثورات طبعا ودمروا طبعا البلاد لكي طبعا يسقطوا رئيس جمهورية طبعا منتخب طبعا بشكل ديمقراطي. طبعا سيدتي، طبعا سيدتي.
فف... هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري، حب يعمل لي مشكل، ووصلتني ردود من سوريين محترمين هنا وحتى من سوريا، يعني من حتى موجودين معي زملاء. قلت لهم انا رديت على هذا ما يسمى الدكتور، انا وش دخلني في الشعب السوري نهاجمه بذلك الشكل؟ هو اللي خان وطنه، وهو اللي دمر وطنه، وفرح لتدمير وطنه، نعم، فرح لتدمير وطنه. انا لم اقصد الشعب وحرض، السوري، لا لا، وحرض أيضا، يعني وحرض على الدكتور بشار وعلى سوريا، سوريا العظيمة اللي كانت لا ينقصها شيء، لا ينقصها شيء، دمروا البلاد يا دكتور، يا أستاذ، دمروا البلاد. أنا لم أغير موقفي، ومستعد لكي أجدده غدا وبعد غد وبعد غد، أبدا أبدا. لا، فسرت الشعب السوري ليس فيه فقط معارضين، الشعب السوري في الجزائري فيه معارضين وفيه المؤيدين وفيه، ونحترم كل الناس، وهذا هو المجتمع الصحيح، يعني اللي فيه حيوية وفيه رأي ورأي آخر وفيه احترام للبلد وفيه محافظة عليه، حتى ولو اختلفت أنا وأنت، ولكن لا نختلف على وطننا، لا نعم نهدم وطننا نعم نعم أبدا. هناك العديد في الوطن سوريا، الوطن الوطن شيء آخر. أستاذ حفيظ، هناك العديد من السوريين المقيمين في سوريا يعارضون ويتكلمون، ولا أحد يفعل لهم شيء. وهذا من حقهم، هذا من نعم حقهم سيدتي، نعم من حقهم، نعم وهذا من حقهم، وهم أحرار في ذلك. أنا لا شأن لي به، أنا رديت على السيد الذي انتقدني وانتقد بلدي، رديت عليه كشخص، صوبت فقط بأنه الشعب السوري على العين والراس. أنا عمري ولا تهكمت على الشعب السوري هم اعتبروا ولا تدخلت في تغريدتك شأن، أستاذ حفيظ، اعتبروا التغريدة الثانية هي اعتذار من الثوار أو ما أبدا يسمون أبدا المعارضة. أبدا سيدتي، أبدا أبدا سيدتي، أبدا سيدتي، هذا ما أبدا. عهدناك، هذا ما عهدناك فيه يا أستاذ حفيظ دراجي الرائع، اللي قريبا الله يسعدك، سنقدم. تغريدتي واضحة ومكتوبة باللغة العربية، واللي عنده نوايا صادقة يفهمها كما هي، أما اللي عنده نوايا خبيثة فيفهمها كما يريد. بس نعم، صحيح صحيح، لك كل التحية والتقدير الله يسعدك مدام، الله يسعدك، ولك سلام خاص أمرت أن أنقله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه. ميلي عليه كثيرا، وقولي له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر، هذا أقل شيء، لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط. نعم، متى سنرى السيد الرئيس في الجزائر؟ متى تتوقع؟ والله بإذن الله سيحضر، بإذن الله، أنا مطلع عندي مقاعد، بإذن الله سيحضر إن شاء الله هنا على الجزائر. هل هناك ترتيبات برأيك لهذا الأمر من الجزائر؟ طبعا هل تستطيع هناك الجزائر ترتيبات وهناك إسرة، أن تتحمل هذه النتيجة برأيك؟ طبعا طبعا. نعم الجزائر يا سيدتي لا تخاف، لو متلائم، وبعدين احنا معروفين بمواقفنا، حتى ولو كانت مواقفنا في بعض الأحيان لا تعجب البعض، نعم لكن مواقفنا ثابتة من قضايا أمتنا، واحنا مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية، وعودتها راح يخليها ايضا تعبر عن وجهة نظرتها وتكون جزء من هذه المنظومة العربية مثل ما كانت من زمان، وعادي جدا فرد من العائلة يرجع لعائلته. بس نحن نرى الآن الكثير يعود لمصالحة الدولة السورية، وليس كلمة، يعني هو ليس نظام، هو دولة قائمة بحد ذاتها، رغم التآمر عليها، رغم التآمر عليها. هو فقط، يعني بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم، كانت بسبب فلسطين أعتقد، صح؟ نعم، من أصلها هي قضية فلسطينية، الأصل هو القضية الفلسطينية. هو وبعدين هو أنا عارف أنه النظام المغربي والمخزن كما نسميه، أنت تعرفي متاعبنا ومشاكلنا مع النظام المغربي، وشفتي أيضا الحراك اللي صار بيني وبين نظام المخزن مثل ما يسمى منذ سنة تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تهكم كبير علي وعلى بلدي، وهو جزء، وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي اللي ماسك عليه اشياء ربما، وصار حتى يتكلم مغربي، حتى في تغريداته الان ينشر تغريدات بلهجه مغربيه، رغم تقصد اكثر هو فيصل، صح. تقصد فيصل القاسم، نعم فيصل يكتب القاسم، تغريدات اقصد فيصل القاسم، باللهجة الدارجة، يعني طب اللهجه الدارجه المغربيه يعني، نعم ولا نعم يفهمها اي سوري، ولا يفهمها اي سوري ولا اهل أعتقد الجزائر، هذا كلام معين منذ قليل معروف. كتب تغريدة أنا لم أفهمها، ماذا يقصد فيها؟ لم أفهمها، ليست تغريدة، على كتب الفيسبوك، كثير، على الفيسبوك كتب
لا أعرف، ليس عندي هاتف آخر لكي أنظر إليها، ولكن لم أفهمها. يعني هل هي باللهجة الجزائرية؟ هي بالمغربية، هي اللهجة المغربية، ماذا اللهجة يقصد؟ المغربية ماذا يقصد بالله. فيها؟ ماذا يقصد فيها؟ والله سامحيني سامحيني، نعاود نطلع عليها في تليفون آخر، وممكن نقول لك ماذا يقصد بها. لا أعلم. سامحيني بس دقيقة. لا تفضل تفضل، أنا معك أنا معك. اللي فيه الفز كيقفز، ماذا يقول؟ اللي فيه الفز كيقفز، هو أي معناتها ما معناك؟ بالمغربية ما معناها؟ معناها اللي فيه في نفسه شك، هو اللي يرد، يعني هو اللي أها، يرد أنا الفعل لم أفهمها، تقريبا يعني هذا. أنا لم أفهمها، وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها يعني. هذه لهجة مغربية، هذه لهجة. اللي يعني فيه الفز كيقفز. يعني هو الآن يرد بلسان المغاربة، كون أن فيها مشاكل بين المغرب والجزائر. طبعا، والآن المغاربة داعمين كلهم، بدي طبعا فيه سب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة، كلهم يدعموها طبعا، نعم. لأنه حسب رأيهم ظلمني أو حجمني أو حطني في موقع محرج، ولكن أنا لا يحرجني هذا الأمر تماما. وصدقي لي بأنه حتى تغريدتي الثانية أبدا لم تكن اعتذار، لأنه لما تكتب اعتذار واضح لا، هم أنك تفاعلوا معها على أساس أنك تراجعت عن كلامك، وأنك تعتذر من ما يسموا نفسهم المعارضة أو الثوار اللي هم ضد أبدا النظام أو ضد الدولة. أبدا يا سيدي، أبدا. اطمئني اطمئني اطمئني، أنا على موقفي ولن يتغير أبدا. أعلم ذلك، لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن أتحدث معك، وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار، وقال لي حرفيا: أنت العربي الأصيل. سيصل سلمي عليك كثيرا. سيصل حتما، وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا، بإذن الله سيدتي. ونحن لا نخاف من أحد. أبدا أبدا سيدتي أبدا. الله يحفظك، الله يحفظك ويومك جميل إن شاء الله. شكرا جزيلا على أشكرك التواصل. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك أستاذ حفيظ دراجي، أشكرك جزيل الشكر. دعني أقول لك شيء مهم أيضا أستاذ حفيظ، أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب، أبدا أبدا لا يهمك نباح أبدا الكلاب، سيدتي أبدا. لا يهمك. دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيظ دراجي. أستاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسوم بيرقدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة إنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت أوصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كتير سهل، لأنه أنتم من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرفوا المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو. كان معكم حفيظ دراجي وميسوم برقدار، وعاشت سوريا حرة ويسقط كل مؤيد لبشار.